التواضع للدين في سورة ايه؟ ألا يعارض بمعقول منقولا ولا يقيم على الدين دليلا. يعني الدين هو الدليل، مش تجيب انت دليل على الدين، ده الدين هو الدليل. فهمت؟ مش انت عايز دليل على الدين، لا يا سيدي، ده الدين هو الدليل. ومش كده، وفي نسخة تانية، ولا يتهم على الدين دليلا، ولا يتهم على الدين دليلا، يعني ولا يتهم دليل يدل على الدين، بل كل ما دلك على الدين هو عين الحق فلا تتهم. يبقى في روايتين، لا يقيم على الدين دليلا لأنه هو الدليل، وفي رواية تانية لا يتهم على الدين دليلا، أي كل دليل يدله على الدين لا ليس محل تهمة، لأن الدين هو الحق وما دلك على الحق حق. ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. خالف تعرف، شوف الناس دلوقتي عايز شهرة، يقوم يعمل ايه؟ يبقى نسمي نفسه مفكر اسلام، يفكر يفكر ويخالف الاجماع ويجيبوه في البرامج الفضائية ويبقى نجم، كل يوم تفتح القنوات تلاقيه مستضيفينه، حاجات جميلة، شهرة، لانه شايف نفسه كبير، شايف نفسه بيفكر، شايف نفسه الناس فاتت عليها الحكاية دي وهو الوحيد اللي اعترف بيها وهو الوحيد اللي اكتشفها، وهو 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 وشيل هو وهو بيقول انا انا انا. فهمت بقى ازاي؟ يبقى تكبر، كل من خالف الاجماع متكبر، لان الانسان المتواضع يحب الخمول ما يحبش الشهرة. التواضع علامته ايه؟ حب الخمول، ما يحبش الشهرة ولا الاضواء. يا عم خلينا في وسط الناس يا عم. فهمت ازاي؟ ده المتواضع كده. انما المتكبر لا، عايز يبقى ايه؟ الناس كلها تبص عليه، تتعرف عليه. يقوم المثل العام يقول لك ايه؟ خالف تعرف، يعني خالف تشتهر. يبقى المتواضع يمتنع عن الخلاف مخافة الشهرة، لانه يطلب الخمول. يقول لك في الحكم ايه؟ ادفن نفسك في ارض الخمول، فما تم دفنه تم نتاجه، وما لم يتم دفنه لا يتم نتاجه. البذرة اللي مدفونة في الأرض بالكلية هي اللي تنبت شجرة، لكن البذرة اللي مدفون نصها في الأرض ونصها مش مدفون أو كلها فوق الأرض، حتى لو برعمت ما تعملش شجرة. فهمت بقى إزاي؟ لا تثمر. عشان كده يقولك ادفن نفسك في أرض الخمول، فما تم دفنه تم نتاجه، يعني اترك الخلاف. يقول لك شفت ما شفتش امبارح كانوا مستضيفين راجل كان بيقول كذا وكذا وكذا، تاني يقول لك شفت كانوا مستضيفين شيخ، شيخ معمم بيقول كذا وكذا، اسمه ايه ده؟ يا هو ده مراده، ان اسمه ينتقل على الالسنه. وطبعا الامثله كثيره وكلنا عارفين، ولا داعي لتحديد الايه الاسماء، لكن لا تكن منهم ولا تكن معهم ولا تلتفت اليه، لانه لا ياتي خير ممن يريد الشهره ومن في قلبه كبر. فاقد الشيء لا يعطيه، فمن كان في قلبه كبر لا خير فيه، ومن كان لا خير فيه لا يأتي من قبله الخير. يبقى أول حاجة التواضع للدين، ألا يعارض بمعقول منقول ولا يقيم على الدين دليلا ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. فهمت بقى؟ كل دي مهمة الحاجات دي. ولا يصح له ذلك، والثلاث حاجات دول مش هتصح لي ويطمئن ليها إلا بهذه الأدوات، بأن يعلم أن النجاة في البصيرة، هي الرواية الصحيحة البصيرة، بأن النجاة في البصيرة، لأن البصيرة فوق العلم، العلم يفتقر لدليل، البصيرة رأت الايه؟ رأت المعلوم خلاص، مش محتاجة علم، يعني البصيرة فوق العلم. الأول أنت عرفت الدين، تعلمته وعرفت أدلته ولم تعترض عليها،
فانتقلت من هذا إلى البصيرة، أنارت بصيرتك واستقر أمرك واطمأنت نفسك. فهمت بقى إزاي؟ وعلشان كده يعرف إن النجاة في البصيرة. وممكن تقول النجاة في النصرة، يعني في نصرة الله، في توفيق الله، تمشي برضه، لكن معظم النسخ بالبصيرة. والاستقامة بعد الثقة، وأن الاستقامة على شرع الله بعد الثقة في المعلوم من شرع الله. يعني الاستقامة على شرع الله تكون بعد الثقة في المعلوم من شرع الله. فطالما أنت متأكد أن ده شرع الله، وأن ده قرآن، وأن ده سنة، وثبتت بالدليل الصحيح أنها قرآن وسنة، فكيف تعترض؟ فإذا وثقت في ذلك استقمت على ذلك. فهمت بقى؟ وأن البينة وراء الحجة. البينة جاية من الظهور، يعني وراء تنفع تبقى معناها قبل، وتنفع تبقى معناها بعد. يعني وراء ممكن تيجي للمستقبل، وممكن تيجي للإيه، للماضي على فكرة في اللغة. لا، والقرآن جاء كده، يذرون وراءهم يوما إيه ثقيلة، وراءهم وهو قدامهم. يبقى وراء تأتي إيه، تنفع لقبل وتنفع من بعد. فهمت بقى إزاي؟ يعني وراءك في غيب المستقبل، يعني وراء الغيوب، يعني يبقى في المستقبل، أو وراءك يعني خلفك في الماضي، تنفع الاثنين. ودي من المشترك اللفظي الذي يدل على الماضي ويدل عليه على المستقبل. فالبينة من وراء الحجة، يعني ظهور البينة يكون فوق، يبقى وراء هنا بمعنى فوق، أعلى درجة من الحجة وهي الدليل. لأنك إذا اتقيت الله جعل لك فرقان، هذا الفرقان هو البصيرة، فترى الحق حق وترى الباطل باطل، مش محتاج بقى بأي حجة. انت اتقوا الله يجعل لكم ايه، فرقان. الفرقان ده اللي هو البصيرة بقى. فهمت بقى؟ البصيرة دي تلاقي نفسك شايف الحق حق والناس كلها مختلفة عليه، وشايف الباطل باطل والناس كلها مختلفة عليه، لكن انت شايف الحكاية واضحة. شفت انت سيدنا علي ايام الفتنة كان شايف كل حاجة واضحة، لكن بعض الصحابة ما كانتش عنده هذا الوضوح، فبعضهم توقف، وبعضهم وقف مع الفرقة المقابلة لسيدنا علي، والبعض الآخر اللي كان شايف زي سيدنا علي فمشي مع سيدنا علي. وبعد ما قتل سيدنا علي اللي توقف نادم انه ما خرجش مع سيدنا علي. شفت بقى ازاي؟ وقت الفتنة كده تلتبس الأمور، لكن لما تتقي الله يجعل لك بينة واضحة. يبقى الناس الأمور عليها ملتبسة وانت شايفها واضحة. فهمت بقى ازاي؟ ده توفيق الله يأتيك. كيف يأتيك؟ بالاستقامة على شرع الله، وعدم الاعتراض على شرع الله، والاستسلام والانقياد لشرع الله، وعدم احتقار خلق الله. تبقى موفق ساعتها بقى، تلاقي نفسك ماشي موفق كده، شايف كل حاجة واضحة. فهمت؟ البينة اللي هي الفرقان، اللي هي ثمرة البصيرة، وراء الحجة يعني فوق الدليل، لدرجة ان اللي عنده فرقان ما يسألش ايه الدليل. اللي عنده فرقان ما يسألكش الدليل، دليل ايه؟ ما هو شايف. فهمت بقى ازاي؟ اللي عنده فرقان بين الحق والباطل ما يسألش، طب ايه لي الدليل ان ده باطل، وايه لي الدليل ان ده حق؟ ده يبقى لسه بره، ده ليس عنده الفرقان. فهمت ازاي؟ يبقى الوصول لهذه الحالة تحتاج إلى تقوى الله. الدرجة الثانية أن يرضى بمن رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين آخر. جملة كده متلعبك، هو ملعبكها مع أنها واضحة، أنك أنت ترضى بأن كل خلق الله عبيد لله، إخوة ليك، وأنت عبد زيهم، لا أنت فوقهم ولا أقل منهم، أنت زيهم، كلنا زي بعض، كلكم لآدم وآدم من تراب. ما النبي قايل كده، لكن تقول له أنت إيه ده، تقعد جنبي؟ لا، ابعد كده لأحسن توسخ. أنت تعرفش أنا مين؟ مش في ناس بتعمل كده؟ خلقكم من نفس واحدة
خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء إنما المؤمنون إخوة الله ولي الذين آمنوا. فأنت مش عايز يبقوا المؤمنين أولياء ليك وربنا ارتضاهم لك أولياء وهو ولي لهم وتيجي تختار لا ده ولي وده مش ولي وده عدوي وده حبيبي وده تحتقره وده تحترمه. لا كلهم عباد لله وعبيد لله وأنت مثلهم، بل كمان لو تحققت لكنت أنت أقلهم، لكن ابتدي الأول أنك مثلهم لحد ما تصل للتحقق تجد نفسك أقلهم. فهمت بقى؟ يبقى أن يرضى بمن رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين أخا، يعني يرضى بإخوة الإسلام لا يتعالى على أحد من المسلمين، مش يقول يا أرض تهدي ما عليك أدي، أنا اللي بفهم وغيري ما بيفهمش، أنا الموحد وغيري مشرك، أنا اللي عارف وغيري ما بيعرفش، وطول النهار قاعد يمدح في نفسه لما ما لقاش حد يمدحه قاعد هو يمدح لنفسه. فهمت؟ ده متكبر. إياك إياك. ولا ترد على عدوك حقا، يعني لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. فما يجعلش سبب عدوتك لبعض الناس إنك أنت تمنعهم حقهم. فهمت؟ يعني حتى لو سمعت الحق من لسان عدوك انقاد له يا أخي، مش علشان جاي من لسان عدوك تقول له لأ. فهمت؟ الحكمة ضلت المؤمن حيثما وجدها هو أولى بها، مش يقول هو ده ما بقاش إلا ده اللي هتعلم منه وأنا معايا دكتوراه وهو معوش ابتدائية. هي الحكاية بالدكتوراه والابتدائية، الحكاية بالأنوار اللي في القلوب. كم من ولي كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، أولياء كتيرة، يعني لما تعرف سير الأولياء تلاقي أولياء كتيرة جدا كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب. والأمية لا تعني عدم العلم على فكرة، الأمية تعني عدم القدرة على القراءة والكتابة فقط، لكن قد يكون صدره ممتلئ علما. فهمت بقى؟ وعشان كده الحكمة ضلت المؤمن. ما تقولش أصل ده معهوش شهادات وأنا معايا شهادات كتيرة، يبقى لا تعير كلامه اهتمام، بل ممكن يطلع من كلامه جواهر. فهمت ازاي؟ الحكمة ضلت المؤمن. وبالتالي ما تحتقرش أحد ولا تمنع الحق ولو كان لعدوك أو من عدوك. واضح؟ يعني ما تتعاملش بالعواطف. وتقبل من المعتذر معاذيره. والنبي كان يقبل إيه عذر المعتذر وما يلوموش، يقبل عذر المعتذر وما يلوموش. واحد عاب فيك، عمل فيك موقف وجاي يعتذر، خلاص اقبل عذره وما تذكروش باللي حصل. كمان لا تذكره باللي حصل، حتى اما يجي يقول لك مثلا معلش فاكر اليوم اللي انا غلطت فيك، تقول له والله انا نسيت يا اخي، ده انت حبيبي. يعني حتى ما تديلوش فرصة انه يحرج نفسه ويفكرك، علشان كمان ما تخلوش يستحي منك. لازم تكون عندك رقة في الطبع. شوف النبي ما كانش يحب يواجه الانسان بعينه في عينه كده وهو مخطئ عشان ما يحرجوش، حتى قدام نفسه ما يحرجوش. فهمت؟ وانت بتعمل كده ساعات مع اولادك تفضحهم، في اولادك اللي انت مخلفهم تفضحهم امام صحابهم، تقول له انا شفتك يا مجرم ومراقبك بقالي كتير، وترفع التليفون وتسمع هو بيكلم مين وبيقول ايه وتقول له. دي وسائل تربية خبيثة سخيفة لا تخرج انسان صالح، بل تخرج انسان كذاب. بعد كده هتعلمه الكذب وتعلمه يكرهك. شفت ازاي؟ لكن التربية بالتغافل، بالتغافل دون الغفلة، لان الله يتغافل عنا ولا يغفل عنا سبحانه وتعالى. فهمت؟ والنبي كان يربي بهذه الطريقة، كان اذا رأى شيئا لا يعجبه اعرض واشاح. وبعدين لم في الاخر يبقى اللي غلط قاعد في الجنب ده يكلم الناس يقول ايه، يتكلموا بوشه كده، ما بالوا اقوام يفعلون كذا وكذا، وحتى ما يوشوش عينه ليه؟
عشان ما يحرجوش حتى قدام نفسه. شوف بقى التربية الجميلة، شوف التربية الجميلة النبوية، وشوف احنا بنعمل ايه في بعضنا وكيف نفضح بعضنا البعض. يبقى هنا ان يرضى وتقبل من المعتذر معاذيره. الدرجة الثالثة، الدرجة الثالثة بقى ده تواضع مع الحق. يعني لا تظن ان ليك حق مع الحق، لان وما توفيقي الا بالله. فهمت؟ لو تواضعت انت مع الخلق وتواضعت مع اوامر الشرع الشريف وظنيت ان بهذا يكون لك حق عند الحق، تبقى انت ظنيت انك انت لك فعل مع الله، والله هو الفاعل. فهمت؟ وفي الحقيقة انه هو الذي قواك، وهو الذي اقدرك، وهو الذي هداك، وهو الذي علمك. وبالتالي لا تنظر حق من الحق، بل سلم نفسك له، ما يريده يفعل به فيك، يفعل فيك ما يريد سبحانه وتعالى. أن تتضع للحق، يعني تتواضع، يعني تخضع، فتنزل عن رأيك في الخدمة. مش تعبد ربنا بقى وقت ما يبقى ليك مزاج. فهمت؟ لا، ده انت تقاوم رغباتك وتطيع ربك. الوقت انا قاعد تعبان كده ومكسل، بس الاذان بيأذن، قوم اتوضى وانزل صلي في الجامع، مفيش حاجة اسمها مكسل. ما اصل واجب موسع، قالوا لنا كده في الازهر، ده واجب موسع، يعني ممكن اصلي بعد ساعة، يعني ما يجراش حاجة. يبقى انت بتعبد ربك على وفق مرادك، لا على وفق مرادك. هو بيقول لك حي على الفلاح دلوقتي، وانت بتقول له لا مش دلوقتي، كمان شوية. يبقى انت بتعبد ربك على مرادك لا على مراده، يبقى انت كده تكبرت على الحق. فهمت بقى ازاي؟ وكذلك قس على كل شيء في كل اوامر الشرع. فهمت؟ يختار العبادة اللي على مزاجه في الوقت اللي هو على مزاجه. الوقت بيقول له حي على الصلاة، يقول لك بس انا عايز اقرأ قرآن دلوقتي، بس انا عايز اقعد اصلي على النبي دلوقتي، لا انا هروح اعود مريض دلوقتي، بس هو ربنا بيقول لك صلي دلوقتي وبعد كده بعمل الحاجات دي. بيقول لك ما انا هعمل الحاجات دي وبعدين ابقى اصلي بعدين. يبقى انت قاعد بقى ايه، بتتعالى على مراد الله وتقدم مراداتك على مراد. كل ده بنقع فيه على فكرة، ناخد بالنا بنقع فيه، وده نوع من التعالي والكبر على مراد الله منا. فهمت؟ أن تتضع للحق فتنزل عن رأيك في الخدمة، الخدمة اللي هي العبادة يعني. فما تختارش من العبادة ما تحتاج إليها وما تريحك نفسيا في الوقت الذي تحتاجه أنت وتستريح له أنت. فهمت؟ وإلا يبقى أنت بتعبد لنفسك وبنفسك، لا اعبد الله بالله. فرق بين من يعبد بنفسه لنفسه ومن يعبد الله بالله. فهمت؟ انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا، تقيل تنفر برضو، خفيف برضو تنفر، طالما امرك بالنفر والنفير. فهمت؟ أن تتضع للحق فتنزل عن رأيك في الخدمة ورؤية حقك في الصحبة. وما تظنش بقى أنك أنت لما تنزل على مراد الحق في الخدمة وتقاوم نفسك بقلة المنام وقلة الكلام وقلة الطعام وقلة الأنام، لأن النفس بتركن لكل الحاجات دي. النفس تحب تقعد تأنس بغيرها، تتكلم مع الناس، يا سلام، ولازم يبقى عضو في النادي ويقف في الشارع على الناصية ويقعد على القهوة وطول النهار قاعد، ولو قاعد حتى لوحده الوقت يعمل شاتنج ويقعد يتكلم والتليفون، يعني حتى مع الناس حتى وهو منفرد يحب قوي يبقى معارفه كتير ويأنس بالناس. لا، ربك سبحانه وتعالى علمك في الشرع الشريف أن الناس داء ودواء، فغز منهم بقدر الدواء وإلا صاروا داء، فهم الباب وهم الحجاب. فهمت بقى؟
وبالتالي قلل منهم على قد ما تقدر، لأن إذا كثرت منهم كثرت الحقوق عليك، وإذا قللت منهم قلت الحقوق عليك. قلة الأنام، النفس عايزة أنام كتير، ناس كتير يعني، معارف كتير. والله لا يريد منك إلا أن تتعرف إلا على من يدله، يدلك عليه. فهمت؟ والنفس تحب تنام، كسولة، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والنفس تحب تاكل، أكولة ناهمة، تحب تاكل كتير وتجمع مال كتير وتجيب لبس كتير وتعيش في زينة وفي رخاء وفي سعة وفي دعة. لا، خد من هذا كله بقدر الحاجة، ما تاخدش منه بقدر ايه ما تريد، لكن بقدر الحاجة. كل ده معناه انك انت تتبع للحق على مراده. فهمت بقى ازاي؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليأكل خيرا او ليصمت. مش كده برضو؟ كل الاحاديث النبوية الشريفة دي. وسيدنا علي يقول من علامة الافلاس الاستئناس بالناس. سيدنا علي كان يقول كده. ورؤية حقك في الصحبة، فإذا وفقك الله لذلك فلا ترى لنفسك حق، بل ترى منة الله عليك بتوفيقه إياك. فهمت بقى إزاي؟ وعن واسمك في المشاهدة، ولا تشاهد أنك لك وجود مع الله. واسمك يعني إيه؟ يعني شخصك، نفسك. فلا ترى نفسك مع الله، بل لا ترى مع الله إلا الله، لأنك به لست معه بل أنت به. فهمت بقى؟ والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم حققنا بحقائق القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجزم. بيقول الجمع بين الرضا بالجميل والفرح به، لكن كيف أجمع العبد بين الرضا بالمنكر والإنكار عليه؟ الرضا بالمنكر، يعني ايه الرضا بالمنكر؟ يعني معذرة اهل المنكر لان الله كتبه عليهم، ولكن تأمرهم وتنهاهم بلسانك مع قيام العذر في قلبك عليهم. مش معناه ترضى معناه لا تنهاهم وتقعد تساعدهم على المنكر، لا، ده انت تعذرهم بقلبك لان الله جعلهم قدر عليهم ان يتلوثوا بهذه المعاصي، لأن الإنسان لا يفعل شيء إلا بقدر الله فيه، ولكن قياما بحق الشرع الشريف أن تنهاهم عما هم فيه، وألا تشاركهم فيما هم فيه، وأن تعذرهم فيما هم فيه. تعذرهم بعين الحقيقة وتنهاهم بلسان الشريعة. فهمت إزاي؟ ولا تعاونهم على المنكر لأن الله سبحانه وتعالى يبغض منك ذلك. فهمت؟ ادي المعنى. مش المعنى انك انت هتروح لاهل المنكر تروح تجيب لهم خمره تساعدهم، يعني لا، مش المعنى كده. لكن المعنى ان ربنا خلق الخلق منهم العاصي ومنهم الطائع ومنهم الكافر ومنهم الجاهل ومنهم العالم، فاعذر الخلق على ما هم عليه، لانه كل ياخذ بقدر ما قسمه الله له من طاعه او من معصيه، من معرفة أو من جهل، وهكذا. فالأمر كله من الله، وخزائنه بيده، ينفق منها كيف شاء لمن شاء بالقدر الذي يشاء. فهمت؟ فيبقى ليك إيه؟ نظر بعين الحقيقة ولسان بحكم الشريعة، فما عندكش تناقض، ما عندكش تناقض. لكن التناقض إنك أنت تتكلم بلسان الشريعة وتعترض على الحقيقة، يبقى ده المتناقض. فهمت بقى؟ المتناقض ده على فكرة ما يعرفش يعيش كويس، يقوم يعيش عنده اكتئاب وقرف، وفي الآخر ممكن كمان يترك الشرع الشريف وينقلب على عقبه. لكن الإنسان المتزن يبقى عارف طريقه، يعذر الناس وفي نفس الوقت لا يأنس بالناس، وينصح للناس وفي نفس الوقت لا يتعالى على الناس. فهمت ازاي؟ فماشي متزن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائه وعلى قدم أوليائه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.